بدأ شهر شعبان، شهر عرض الأعمال على الله، شهر بترفع فيه الأعمال إلى الله. سيدنا أسامة بن زيد قابل النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، أراك تصوم في شعبان أكثر ما تصوم في أي شهر آخر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أسامة، ذلك شهر يغفل عنه كثير من الناس، شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. يا جماعة، مسألة رفع الأعمال وعرض الأعمال على الله بتتم بطريقتين النبي قال لنا عليهم: مرتين في الأسبوع، كل يوم اثنين وكل يوم خميس، ومرة في السنة شهر شعبان. انت تخيل عملك بيرفع إلى الله ويعرض الآن على الله. كل اللي عملته السنة اللي فاتت كأن السنة الحسابية عند الله بتقفل في شعبان، كأن بتبدأ سنة جديدة ويصفر العداد من أول رمضان للسنة اللي بعدها. انت بتتحاسب وتعرض أعمالك في شعبان عن كل السنة اللي فاتت. انت مستعد؟ انت واخد نية كبيرة كده؟ انت مدرك ان انت الان كل حاجة معروضة على الله سبحانه وتعالى؟ كتابك يقرأ: عمل ايه يوم 1 ديسمبر؟ عمل ايه يوم 10 يناير؟ عمل ايه في الموقف الفلاني؟ عمل ايه في الموقف الفلاني؟ يا الله، صوفي سؤال، هو ما هو ربنا عارف كل حاجة، يعني ايه بتعرض الاعمال على الله؟ ما هي معروفة، ما هو ربنا شايفنا في كل حاجة. معنى عرض الأعمال على الله كأن ربنا بيقول لك: فوق، اصحى، يلا الأعمال تعرض الآن، خليك مستعد. بالله عليكم يا جماعة، ابتدى شهر شعبان، يلا فوق، يلا قوم لله، يلا عبادة، يعني يلا صلة بالله. ما يدخلش علينا رمضان ويخلص شعبان إلا وربنا راضي عننا الآن يعرض عملك على الله.